بسم الله الرحمن الرحيم. مساك الله خير أخي برياض. هذه الكتب اللي استخدمها طبعا هذه خاصة بالسلفرادو واليوكن والتاهو من 2007 إلى 2013، الدبل وغير الدبل. طبعا هذا المانوال خاص بالمكينة. طبعا لاحظ الصور عندك في الجهة الخلفية، هذه الدياجرامات حقت المكينة، الدياجرام والويرين كامل. اوكي، هذا الكتاب الثاني يا اخي ابو رياض، خاص بالجير L680، طبعا برضو الA0E، نفس الموضوع. هنا التوظيب اذا تبغى توظب، هنا طبعا السبيشال تولز اللي تحتاجها، يعني طريقة فك الجير، طريقة تركيب الفالف بودي، كيف تفك الكاتشات، نفس البمب حقت الأويل. هذا الكتاب خاص بالتوظيب كامل، توظيب الجير. طبعا بالإضافة إلى الكتاب هذا، أنا أستخدم برنامج All Data for Repair عند اوتو داتا، فكلها مكمله البعض. بس هذا طبعا الكتاب اذا كنت بعيد عن الكمبيوتر والشغلات هذه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اخوك جابر الفيفي ابو عبد الكريم.